الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يقول: شاب يعمل في مجال التمثيل يضحك الناس، تقدم ليتزوج من فتاة مسلمة، فرفض الأب هذا الزواج لكون الشاب المتقدم ممثلا. ولما رفض الأب هذا الزواج، ذهبت الفتاة مع هذا الشاب إلى أحد الأئمة وعقد لهما الزواج من غير إذن وليها، فهل يصح هذا الزواج؟ الجواب: لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بكرا أو ثيبا من غير إذن وليها، وهذا ما ذهب إليه الجمهور مالك، الشافعي، وأحمد، مستدلين بالكتاب والسنة. فأما الكتاب فبقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وبقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، وبقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. والدليل على اشتراط الولي في صحة عقد النكاح في هذه الآيات أن الله عز وجل خاطب الولي الرجل بعقد النكاح، ولو كان الأمر لها، أي للمرأة، دون الرجل الولي، فلماذا يخاطب الولي بالأمر في قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، وبالنهي في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وبقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وفي الآية الأخيرة فائدة، وهي قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه، زوج أخته جميلة لعاصم فطلقها، فلما انقضت عدتها جاء عاصم يخطبها، فقال له معقل: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. يقول معقل رضي الله عنه: وكان عاصم رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية، فقلت: الآن أفعل، فزوجتها إياه. والإمام البخاري من فقهه أنه لما ذكر هذه الآيات بوب قوله: لا نكاح إلا بولي. وقد استدل الجمهور بما ثبت من السنة الصحيحة، ومن ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث مشهور، حديث مشهور واضح المعنى. وكذلك ما رواه الترمذي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. هذا حديث صحيح، وجاء بعبارات مختلفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة، أي أي امرأة، في رواية نكحت نفسها، وفي رواية أنكحت نفسها، وفي رواية نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لأنه لا بد للمرأة من ولي رجل يقوم على شأنها يزوجها، فلا يصح لها أن تتصرف بدون إذنه في النكاح، فلا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، لا تزوج نفسها بدون إذن وليها. لابد أن يكون الولي من العصبة، والعصبة من العصب، ومنه العصب هو الشد، سموا بذلك
لشد بعضهم بعضا، يشد بعضهم أزر بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، وفي رواية نكحت نفسها، وفي رواية أنكحت نفسها بغير إذن وليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنكاحها باطل، أي لا يصح. أي امرأة سعت في تزويج نفسها دون إذن وليها لا يصح هذا العقد ولا يعتد به. وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله فنكاحها باطل 3 مرات إسماعا وتأكيدا لأهميته. فالخلاصة أن هذا الزواج باطل، لا يحل ولا يصح ولا يعتبر عند الجمهور. والله عز وجل أعلم وأعلم.